صباح الخير. انا استغرب من الناس اللي مش عاجبها ان ماتش زي النهارده للنادي الاهلي، ان احنا نشيد بالنادي الاهلي ونعظم في النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ونتمنى للنادي الاهلي الفوز. هي الناس دي بتحب الاهلي ولا ما بتحبوش؟ هي الناس دي عايزه الاهلي ياخد حقه في المدح والكلام المناسب ليه اللي هو حقه ولا لا؟ نادي الاهلي بطل افريقيا يا اخي، نادي الاهلي ثالث العالم يا اخي، يبقى حقه ان نقول عليه انه كويس طالما كمان بيأدي كويس. انت يزعلك ايه ان احنا ممكن نشكر او نشيد بالنادي الاهلي؟ انت مالك يا اخي؟ اذا كنت بتحب النادي الاهلي المفروض تفرح، الا اذا كان ليك مصلحه ان يفضل في عداوات ما بين ناس والنادي الاهلي عشان تلعب انت على المنطقه البينيه اللي بين الاثنين و الفلوس تكتر. صباح الفل، توفيق ان شاء الله للنادي الاهلي وطبعا ونادي الزمالك. صباح الفل عليكم.